سو صحيت من النوم، عيني دخلت في بعض، جهزت حالي حتى راح الشغل، سلمت على محسن، شجرت اسمه محسن، نزلنا الباص بعيدنا عن الورشة، مشينا لحد ما فتكنا، طيانا الطريق، والله غير المعلم يطردنا. اخيرا لقينا الورشة، طلعت كثير حلوة والمنظر فيها كثير حلو. شفت طاووس ركضت لحتى اصوره، كان وقعت وجيت على ثمي بس صورته. رتشبنا اشرو، رفعنا دوتشات لحتى من خلجتنا وفتكت كمان. فردنا مراين عشان المعلم ينبسط منا وشوفنا اشتغلنا كثير. بعدين عملت قهوة، طلعت فوق نزلت كم مرة عشان نسيت تشوفي، وضليت ندعي هذا الجوكسون لحتى ينحرك عشان نعردي، وبسم الله الله أكبر انحرك. خلوني اتشعبت لفوق زي الكريد عشان انا ولهم مراين، كان وقعت. بعدين كنا طبخت معلبات وشربنا قهوة، وجيت اصلي عشان اضيع وقت ربنا ما يحركناش، وهيك خلص النهار، واحنا كمان مشينا كمان مرة فتكنا.